السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه الأخبار يا شباب؟ إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض على موضوع صغير جدا 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 وسريع جدا كمان، وهو الهباتو رينال سيندروم. ويعني حقيقة ده تقريبا يبقى أصغر فيديو شرح أنا عملته في حياتي يعني. طيب، هو قبل بس ما نخش نتكلم عن الموضوع أو نحكي في أي حاجة، فحابب بس أفكرك بحاجة بسيطة كده في النورمال استراكشر يعني بتاع الجسم، إن أنا عندي حاجة اسمها السبلينيك فين. جميل، لو بالمنظر ده كده. ماله السبلينيك فين ده؟ والله السبلينيك فين ده بيبقى خارج من السبلين وبيروح في الاخر يصب في البورتال فين. تمام. طيب مين البورتال فين ده؟ والله ده الفين اللي بيروح بعد كده على الليفر. يبقى انت كده ادركت ان الدم اللي ماشي في السبلينيك فين بطريقة ما بيوصل في الاخر للبورتال فين، والبورتال فين ده بيخش في الاخر للليفر. تمام. بعد كده الليفر بقى يستخدمه يرميه في داهية ايا كان المصير بتاعه في الاخر. المهم ان ده ايه النورمال هيموديناميك في الجسم. طيب هنا بقى ايه المشكلة اللي حصلت؟ والله كل المشكلة اللي حصلت ان انا حصل عندي مشكلة في السبلينيك فين دوت. حصل عندي حاجة اسمها سبلينيك فازو دايلاتيشن او سبلينكينيك فازو دايلاتيشن. طب ده ايه اسبابه؟ والله اسبابه ممكن مشكلة في السبلينيك فين نفسه، يا اما غالبا بتبقى مشكله في الليفر او البورتال فين. بمعنى ان لما انت حصل عندك مشكله في الليفر او مشكله في البورتال فين، فالدم ما بقاش بيروح للليفر، فهيعمل ايه؟ يروح راجع لورا. يعني فلنفترض كده على سبيل المثال، فلنفترض ان الدم هنا اهو، لا هنا كده. تمام. فالطبيعي ان هو كان بيروح فين؟ يروح للليفر. هنا السكة مسدودة، هيعمل ايه؟ هيروح راجع لورا. يتراكم في مين؟ يتراكم في السبلينيك فين. عشان كده بنقول ان انا عندي حاجة اسمها سبلينكينيك فازو دايلاتيشن. السبلينيك فين هيضطر ان هو يوسع بسبب كمية البلاد فلو الكتيرة. تمام. هو كده بقى زيادة في البورتال بلاد فلو. طيب ايه برضو اسباب تانية ممكن تعمل لي سبلانكينج فازو دايلاتيشن؟ ممكن حاجة زي النيتريك اوكسايد او البروستاجلاند، دول فازو دايليتورز، فدول برضو بيساعدوا ان السبلينك فين يحصل فيه فازو دايلاتيشن. تمام. طيب دلوقتي لما السبلينك فين ده حصل فيه فازو دايلاتيشن، ايه بقى تأثيره على الجسم؟ يعني اكيد طالما ده اتأثر او حصل خلل عندي في حاجة معينة، اكيد الجسم كله هيتأثر. قالك والله بيعمل لي بريفرال فازو دايلاتيشن، وبالتالي بيقلل البريفرال فاسكولار ريزيستنس. طيب هل دي هتهمني قوي هنا؟ لا مش هتهمني قوي. امال ايه اللي هيهمني قوي؟ اللي هيهمني قوي تاثيره على الهارت. ايه تاثيره على الهارت؟ قال لك بيقلل الافكتيف ارتيريال بلاد فوليوم، يعني كميه الدم اللي راجعه للهارت هتبقى قليله. طب ده الهارت ده اهم اورجان في الجسم، وهو اللي بيضخ الدم للجسم كله، سواء الهيد والنيك والابر ليمب او اللور ليمب والاورجانز كمان. طب انت دلوقتي الهارت اتاثر، فالهارت هيقول ايه؟ هيبعت نداء استغاثه. طيب الهارت لما يتزنق ويجي يبعت نداء استغاثه، هيبعت لمين؟ لينا غيرها؟ هيبعت طبعا للكدني. تمام. طيب بعت للكدني، هيقول الكدني ايه؟ شويه الدم اللي كانوا عندك والنبي هاتيهم او حوشيهم يعني، وهاتيهم عشان ايه؟ باقي الاورجنز ما فيهمش دم. طيب كده بالتالي الكدنة هتبدا تعمل فازو كونستريكشن في الارتريولز بتاعتها، او يحصل فازو كونستريكشن في الرينال ارتري. ايه الحاجات اللي هتعمل لي فازو كونستريكشن، او عن طريق ايه؟ والله ده عن طريق انه هيشتغل عندي الراس سيستم، الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. عارفين ان هو بيعمل فازو كونستريكشن في البلاد فيسل، فكميه الدم تبقى اقل في الكدني لكن بتزيد في الجسم. احنا عارفين ان دي من الميكانيزمات اللي بتعمل لي هايبرتنشن، بتزود الضغط في الجسم، ان هي بتزود البلاد فوليوم اللي في الجسم. طيب هل دي الميكانيزم الوحيدة اللي بيشتغل بيها؟ قالك لا والله، غير الراس كمان، قالك احيانا شغل السمباثيك نيرفوس سيستم عندي بيزيد. فالمهم انه سواء الراس اللي هو الرينين انجيوتنسين الدوستيرون او السمباثيك، الاثنين في الاخر هيروحوا على الكيدني، يخلوها تعمل فازو كونستريكشن فالرينال بلاد فلو يقل بس هيزيد في الجسم. تمام. يبقى انت كده القصة كلها بدأت منين؟ بدأت من الليفر. ما الليفر هو اللي كان بايظ، هو اللي عامل سبلينيك فازو دايلاتيشن ولف راح على الهارت، فالهارت بعت للكيدني. فاحنا بدأناها بالليفر وختمناها بالكيدني، عشان كده بنسميها بقى ايه؟ هيباتو رينال سندروم. كلمة سندروم يعني في اعراض او حاجات معينة حصلت، يعني سندروم دي حاجة مش فيكسد. تمام. دي فليكسبل. طيب هيباتو رينال يعني الليفر حصل فيه حاجة فأثر على الكيدني،
فعشان كده سميناها هيباتورينر سيندروم. يبقى انت كده فهمت النورمال هيموداينامك وفهمت الباثوفيسيولوجي بتاع المرض. طيب ده كده كانت القصه بتاعت الهيباتورينر سيندروم. السؤال المهم لما اجي اسالك، هل هنا الكدني بايظه او فيها ايرور، ولا الكدني زي الفل سليمه؟ لا، ده الكدني زي الفل سليمه. انا المشكله اللي حصلت في الجسم دي بسبب ان الليفر بايظ، فهو عمل اللفه دي كلها، انه حصل سبلينج فازو دايلاتيشن، فبعت في كميه الدم القليله رايحه للهارت، فالهارت قال الحقوني، فبعت للكدني عشان تعمل فازو كونستريكشن. فالكدني سليمه، هي الكدني مفيش مشكله، انا المشكله كلها كانت في الليفر. فهنا الديزيز ده اورجان بيبقى الليفر، لكن الكدني دي بتبقى سليمه. يعني حتى يقول لك ايه، ان انت الكدني دي لو اخدتها زرعتها في اي عيان تاني او بيشنت تاني هتشتغل عادي. فانت هنا نورمال كدني، الكدني سليمه وزي الفل، ما عندكش اي مشكله في الكدني. ان انت لو عندك مشكله في الكدني يبقى ده كده مش هيباتورينال سندروم. فالكونسبت الاساسي عندي في الهيباتورينال سندروم ان عندي مشكله في الليفر والكدني سليمه. ماشي. طيب تعالوا بقى ايه نقرا كده سريعا، يعني ده البي دي اف بتاع رابعه في الهيباتولوجي، هو موضوع الهيباتورينال سندروم. زي ما انت شايف نص صفحه، هو مش بكامل كمان نص صفحه. ففي الديفينيشن يقول لك ايه، ان حصل كومبليكيشن اوف اند ستيج ليفر ديزيز، يعني بسبب ان الليفر اتبهدل. اند ستيج ليفر ديزيز دي يعني خلاص ده دخل في مرحله الليفر سيروزس، التليف الكبدي. فحصل ان حاجه عندي اسمها فانكشنال رينال فيلير. وكلمه فانكشنال تعني ان السبب مش اورجانيك، يعني المشكله مش في الاورجان نفسه. كلمه فانكشنال معناها ان حصلت حاجه في الجسم فالكدني اتاثرت او الاورجان اتاثر. تمام. يبقى انا كلمه فانكشنال دي مهمه جدا، فانكشنال رينال فيلير، يعني حاجة حصلت في الجسم فالكدني اتأثرت. ايه اللي بيحصل؟ قال لك والله بيحصل عندي سيفير فازو كونستريكشن ان ابسنس اوف كدني باثولوجي. ده تقريبا كل اللي شرحناه، يعني انت عندك مشكلة سيفير فازو كونستريكشن ولكن ابسنس اوف كدني باثولوجي، يعني الكدني سليمة مفيش اي مشكلة. قال لك والله الديز اوردر ده او المشكلة دي بتحصل في 10% من العيانين اللي عندهم ادفانسد ليفر سيروزز او اكيوت ليفر فيلير. ما يهمنيش قوي الرقم. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها تايب 1 وتايب 2، هو الهيباتورينال سيندروم ده في منه تايب 1 في منه تايب 2. مين الاحسن؟ التايب 2 احسن. تايب 2 ده اسوأ، تايب 1 سوري، هو ده اسوأ بكتير. فاول حاجه يقول لك ان هو رابيدلي بروجريسيف، يعني التتابعات بتاعته او معدل الشغل بتاعه الزياده بتاعته وحشه جدا، رابيد بروجريسيف. تيجي تشوف الكريات، السيرم كريات اعلى من 2.5، ده معنى كده ان في سيفير دامج في الجسم. الكليرنس بتاع الكريات اقل من 20، يعني انت الجسم مش بيخلص الكريات. ديكريس في رينال فانكشن في خلال اسبوع الاثنين، يعني انت متخيل بالرغم ان الكدني سليمه لكن بسبب ان هو هيباتو رينال سيندروم تايب 1، فاللي هو رابيد بروجريسيف زي ما اتفقنا ان المرض بيزداد سوء بسرعه، في خلال من اسبوع الاثنين ممكن يعمل لي ديكريس في رينال فانكشن او اوريدي بيعمل ديكريس في رينال فانكشن. تعالى الناحيه المقابله للهيباتو رينال سيندروم تايب 2، يقول لك ان هي سلولي بروجريسيف، الكريات اعلى من 1.5 مش 2.5، الكليرنس اقل من 40 مش 20. يقول لك اسوسييتد ويز رايز في السيرم كريات لكن بيتر اوت كم، يعني البروجنوز ده احسن، يعني عيان الهيباتورينال سيندروم 2 ده او تايب 2 احسن بكتير من تايب 1. فانا كل اللي يهمني انك تبقى عارف ان تايب 1 ده اوحش من تايب 2. بس ايه البروديسبوزنج فاكتور او الحاجات اللي ممكن تعمل لي كده؟ والله اي حاجه هتدمر الليفر هتعمل لي هيباتورينال سيندروم. ده بس عشان ايه نكون مثبتين كونسبت في دماغنا. هو ضرب امثله عشوائيه، يقول لك سبونتينوس بكتيريا بريتونايت، ده نوع من انواع البكتيريا وتعمل لي انفكشن يعني في البريتونيا فبنسميها سبونتينوس بكتيريا بريتونايت. يقول لك اذر انفكشن، يعني اي انفكشن تاني، ديهايدريشن، فاريسيال بليدنج. فاريسيال بليدنج يعني اي بليدنج حصل على مستوى الجي اي تي، زي مثلا الاستوفيجاس او الاستومك او في الريكتوم، يعني اي بليدنج حصل عندي. والدايوريتكس اللي هو استخدام الدايوريتكس بس. فانا كل اللي يهمني في القصه دي هو الباثوفيسيولوجي بتاع الهيباتورينال سندروم، وانك تبقى فاهم ان المشكله مش في الكدني، هي المشكله كلها مشكله ليفر. يعني لو جينا كده نحل السؤال اللي جه في امتحان السنه اللي فاتت، قال لك ايه، which of the following او which one of the following statement regarding hepatorenal syndrome is false. تعال ناخده من تحت. kidney from patient with hepatorenal syndrome can be transplanted successfully. لان الكدني سليمه مفيش اي مشكله. طب الرينال فازو كونستريكشن ده بسبب الاكتيفيشن بتاع الرينين انجيوتنسين اكسس. مظبوط. طب الانسفيشنت كارديك اوت بوت يعمل لي هايبوبوليميا. ايوه طبعا، ما انت يعني معلومه كده استنتاجيه، ما انت القلب مش قادر يضخ دم، طب ما طبيعي هيحصل هايبوبوليميا في الجسم.
يقولك ان الفازو دايلاتيشن بتاع السبلينك سيركيوليشن بيبقى بسبب ال ان او ريليز. واحنا اتفقنا من شويه قلنا ان هي بتعمل فازو دايلاتيشن في السبلينك فين. يقولك ان الهيباتورين سيندروم اونلي هابن اون باك جراوند اوف كرونيك ليفر ديزيز. لا طبعا غلط، يعني مش لازم يكون كرونيك ليفر ديزيز، ممكن يبقى حاجه اكيوت، ممكن سبونتينيوس بكتيريال بريتونايتس زي ما اتفقنا من شويه، ممكن فاريسيال بليدنج، يعني مش شرط يكون كرونيك ليفر ديزيز. اصل كلمه كرونيك دي يعني اكتر من 6 شهور. هل لازم عشان يحصل عندي هيباتورينو سيندروم يكون عيان عنده مشكله في الليفر اكتر من 6 شهور؟ لا طبعا، ممكن عنده مشكله في الليفر بقاله شهر، بقاله شهرين، بقاله 3 شهور. فكلمه كرونيك دي يعني اكتر من 6 شهور، وده طبعا غلط. هو ما بيحصلش فقط مع الكرونيك ليفر ديزيز، هو بيحصل معاهم بس مش اولي. يعني هنا الجمله غلط عشان كلمه اولي، لكن لو الجمله من غير اولي كانت تمشي عادي. بس ده كده كل الموضوع بتاع الهيباتورينال سيندروم بالسؤال اللي جالنا في الامتحان. هو موضوع لذيذ جدا وسهل، يعني ما فيهوش حاجه صعبه. فحبيت بس كده افهمك الموضوع ده باختصار، وباذن الله السنه الجايه في رابعه تفتكر الكلام بتاعي ده. بالتوفيق يا شباب ان شاء الله.